السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. فيديو اليوم هيكون حل للمشكلة اللي ظهر قدامكم. طبعا بتظهر لنا الرسالة دي بعد ما خلاص تم رفع الفيديو وبنضغط على نشر، للأسف مش بتنشر معانا. حتى هنا لو كتبنا العنوان بتاعنا عادي خالص بدون أي مشاكل، أي عنوان يعني مهما ليكن، أنا بكتب عنوان وبكتب وصف على سبيل المثال، وصف عادي خالص، وبعد ما بكتب العنوان بتاعه وبكتب الوصف وهنا بضيف كلمات مفتاحية تمام او اي كلام يعني خاص بالفيديو، الصورة المصغرة مثلا خليت الصورة المصغرة دي وبضغط على نشر. يعني دلوقتي بيقول جار حفظ المسودة تمام بعد التعديلات اللي انا ضفتها دلوقتي. هنشوف دلوقتي هيتنشر معانا الفيديو ولا لا. فدي مشكلة يعني بتواجه ناس كتيرة جدا، فحبيت اني اشارك معاكم الحل بتاعها. هي مشكلة نزلة بصراحة، ولكن احنا هننتظر هنشوف دلوقتي هيعمل معانا ايه. زي ما شايفين اصدقائي بيقول لي تعذر حفظ التغيرات، يرجى مراجعه تفاصيل الفيديو. اضغط على نشر تاني نفس الحكايه. زي ما شايفين يعني مفيش اي حل ليها. زي ما شايفين اهو بنضغط على نشر مفيش اي تغيير في الرساله اللي بتظهر لينا. الحل سهل وبسيط جدا يا شباب. كل اللي عليك علشان تحل المشكله دي بتضغط على الفيديو نفسه. يعني بتيجي هنا بتضغط على الفيديو نفسه بالشكل ده. اول ما بتضغط على الفيديو نفسه بيدخلك على الفيديو بالشكل ده، وبتيجي هنا بتضغط هنا على تعديل الفيديو. يعني بعد ما بتعمل ده كله بتضغط على تعديل الفيديو. انا ضغطت على الايقونه بتاعت الفيديو تمام، بتدخلنا على تعديل الفيديو. بعد ما بضغط هنا على تعديل الفيديو بالشكل ده اهو، بقى متاح معايا ان انا اقدر اعدل عليه بحيث ان هنا اختار الصوره المصغره بتاعتي بالشكل ده. هنتظر لحد ما يرفع الصوره المصغره وكمان العنوان بتاعي. العنوان بتاعي بتاع الفيديو انا كنت حافظه، فهاجي هنا واروح اعمل له لصق في المكان ده بالشكل ده تمام. ده العنوان بتاعي وده الصورة المصغرة. طيب الوصف بتاع الفيديو، انا عايز الوصف بتاع الفيديو، برضو الوصف بتاع الفيديو انا حافظه كله في المكان بتاعي تمام. علشان ايه؟ النقطة بتاعت الوصف والكلام ده ما بتضحش مني، انا مسيفها. يبقى دلوقتي ضفت عنوان الفيديو وضفت الوصف بتاع الفيديو، فاضل معايا اللي هو العلامات اللي هو الكلمات المفتاحية. ادي الكلمات المفتاحية بتاعتي برضو انا حافظها، بضيفها بالشكل ده. ضفت الكلمات المفتاحية بتاعتي، قوائم التشغيل، هحدد قوائم التشغيل اللي انا اضيف فيها الفيديو. كل حاجه ماشيه تمام اهو يا جماعه. بعد كده بضغط على نشر. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. بضغط على نشر. دلوقتي بيقول جار حفظ التغيرات، وبتاكد هنا انه عام اهو، تم حفظ التغيرات او تم حفظ جميع التغيرات تمام. طبعا هم ثلاث قوائم تشغيل. تعالوا نشوف الفيديوهات بتاعتنا. موضوع سهل وبسيط جدا بس بيواجه ناس كتيره جدا. طبعا زي ما شايفين اهو، في هنا بيقول غير مستثمر. لو في مشكلة في غير مستثمر هنا بنيجي على تحقيق الربح، بنعلم هنا علشان نفعل تحقيق الربح بالشكل ده تمام، علشان بس نبقى عارفين. وهنا بنديله الاعلان بتاعه. يعني مثلا احنا محتاجين اعلانين علشان الناس اللي هي محققة الاعلانات تمام. وانا على سبيل المثال احنا هنضيف الاعلانات بتاعتنا، نضيف اعلانين بس كده في الدقيقة دي والدقيقة دي. وبعد كده بنضغط على حفظ التغيرات، ننتظر لحد ما يحفظ التغيرات دي تمام. تم حفظ التغيرات كده، الاعلانات تمام شغاله معانا. هنا العاب الفيديو اللي هو القسم اللي هو الاعدادات متقدمه، هخليه بابجي طبعا. بابجي تمام، هختار كده بالشكل ده. تاريخ كان يوم 18 اللي هو اليوم بتاع النهارده. تحديد لغه الفيديو العربيه، الاعدادات دي انا بختارها في كل فيديو. هنا اللغه العربيه الاصليه. بعد كده بضغط على حفظ التغيرات، كل حاجه خاصه بالفيديو عدلت عليها. بضغط هنا، بضغط على اوبن علشان اشوف هنا مدير الفيديوهات بتاعي. زي شايفين اصدقاء اهو مستثمر ومفيش اي مشاكل خالص. نضغط على الفيديو. زي شايفين طبعا الاعلانات اشتغلت على الفيديو بكل بساطه اهو. الموضوع سهل وبسيط جدا يا شباب بدون اي مشاكل. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. اي استفسار تقدر تكتبه اسفل الفيديو في كومنت، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. وانتظروا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.